السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل معكم هذه السلسلة من درس الاشتقاق وتطبيقاته. في هذا التمرين غنحاولوا نشوفوا مشتقات مركب دالتين. إذا غنحاولوا نفهموا القاعدة ومن بعد ندوزو نطبقوا التمرين. إذا مشتقات مركب دالتين جر اف. القاعدة تقول إذا كانت الاف قابلة للاشتقاق على مجال اي وجي قابل للاشتقاق على واحد المجال جي و اف لي اي ضمن جي، ثلاثه ديال الشروط. اذا عندنا زيرون اف، اف قابل للاشتقاق على مجال اي و جي قابل للاشتقاق على واحد المجال جي و اف لي اي يعني صوره المجال اي ضمن جي. اذا فان زيرون اف قابل للاشتقاق على المجال اي، وعندي صيغه اخرى كاين اللي كيستعملها. إذا كانت F قابل للاشتقاق على E و G قابل للاشتقاق على واحد المجال F لـ E، فإن جيرون F قابل للاشتقاق على المجال E. إذا حنا نحاول نستعملو الصيغة الأولى، إذا أول حاجة خصني ندير هي نرجع الدالة ديالي أو نكتبها على شكل مركب دالتين. إذا عندنا سينوس ديال X كاري زائد واحد، في الدوال الذاتية حنا عندنا سينوس X وعندنا اكس كاري زائد واحد. اذا هنا ممكن نضع اف دو اكس كتساوي لنا اكس كاري زائد واحد و جي دو اكس كتساوي لنا سينوس ديال اكس. اذا اش دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي جي اف دو اكس او جي رون اف بحال او جي رون اف ديال اكس. دونك الى عودنا راه غنلقى نفس التعبير. الى عودنا هنا جي شنو هي سينوس ديال اش، نعوض اكس باش بهذا التعبير هذا هو اكس كاري زائد واحد. اذا دابا شنو خصني ندير؟ عندنا جي رون اف هي هذه هي جي رون اف ديال اش ديال اكس. إذا حسب القاعدة اللي شفنا قبل، إف خصها تكون قابلة للاشتقاق لواحد المجال إي، وجي قابلة للاشتقاق لواحد المجال جي، و إف لي إي ضمن إي، أو ضمن جي. إذا لدينا إف، الدالة هذه هي دالة حدودية، وبالتالي جميع الدول الحدودية كما كنعرفو قابلة للاشتقاق على إف. إذا لدينا الدالة هذه إف قابلة للاشتقاق على R لأنها دالة حدودية، و جي دالة سينوس كذلك كنعرفو بأنها قابلة للاشتقاق على R، و جي قابلة للاشتقاق على R، و إف لـ R ضمن R. علاش ضمن R؟ لأن الصورة ديال R كتعطيني واحد المجال، وكيما بغي يكون هذا المجال راه غيكون ضمن المجال R. إذا ثلاثة الصور محققين. إذا شنو هي النتيجة؟ إذا جيرون إف قابلة في هذه الحالة جيرون إف راهي أش، إذا قابلة على قابلة للاشتقاق على إر. دابا غادي ندوزو باش نحسبو هاد المشتقة هاذي، مشتقات مركب دالتين. نبدا بالقاعدة، القاعدة كتقول لنا جيرون إف بريم ديال اكس شنو كتساوي؟ كتساوي لنا هي اف بريم ديال اكس مضروبه في جي بريم رون اف دو اكس. اذا هي اف بريم ديال اكس مضروبه في جي بريم رون اف، او لا انا يمكن لي نكتبها بهذا الشكل، هذا هي اف بريم مضروبه في جي بريم ديال اف دو اكس. فوالا، اذا ناخذ الكتابه ديالنا. حنا عندنا هنا، حنا عندنا اش دو اكس شنو هي؟ هي السينوس ديال اكس كاري زائد واحد، وقلنا بان وضعنا بان اف دو جي دو اكس هي سينوس اكس، و اش و اف دو اكس اكس كاري زائد واحد.
إذا عندنا h دو x شنو كتساوي؟ هي جي رون اف دو اكس. إذا الديريفيد هذا هو الديريفيد ديال هذا التعبير هذا. نطبقوا عليه القاعدة، هو اف بريم مضروبة في جي بريم ديال اف دو اكس. إذا نطبقوا اف بريم هو الديريفي ديال اش ديال اكس كاري زائد واحد، والديريفي ديال اكس كاري زائد واحد هو جوج اكس. اذا جوج اكس مضروبة الشقاق ديال سينوس اكس هو كوس اكس. اذا كوس اكس، كوس اكس، كوس ديال اش ديال اف دو اكس ديال اكس كاري زائد واحد. اذا هذا هو الشقاق ديال هذا المركب الدالتين.